مرحبا حبايبي ليدي شو ملاقي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف 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 خير وانتم عم تشوفوا الفيديو. حبايبي اليوم متحمسه كثير اصور لكم هذا الفيديو بيكوز اليوم مش رح تشوفوني بس انا بالفيديو، رح تشوفوا شخص ثاني وهلا رح تشوفوا هو مين. بس قبل ما اشوفكم هذا الشخص الثاني مين رح يكون وان شاء الله اقدر اتحمله بهذا الفيديو، رح احكي لكم الفيديو رح يكون عن شو. حبايبي اليوم نحن رح نعمل انا وهذا الشخص رح نعمل تحدي الاكسترا سبايسي نودلز، يعني النودلز يلي كثير 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 حارين، هدول اللي بيجوا الصينيين لون حمر. هلا رح اورجيكم اياهم، رح نعمل هذا التحدي ونشوف مين رح يفوز، ورح يكون في عقبات وكل شيء. وبهذا الفيديو رح احكي لكم انا هلا كمان ونحن عم نعمله كيف رح يكون. بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي بيج بيج لايك، تشتركوا بالقناه، تكتبوا لي كومنت حلو مثلكم، وخليني اورجيكم هلا هذا الشخص مين رح يكون. نحن تواجدنا بالمطبخ، اهلين اهلين. السلام عليكم. سو حبايبي هذا السلام عليكم. اوكي خلص اسكت، اليوم رح اعمل تحدي مع هذا الشخص، هذا بيكون اخوي المزعج عن جد. شوفوا برو يلا تعا. رح اعمل معه تحدي النودلز، هو راح هلا على المحل الصيني. برو خلص اسكت، راح على المحل الصيني وجاب لنا الاغراض، هي موجودين بهذا الكيس. او ماي جاد علي. A few moments later. تمام حبايبي هلا رح نورجيكم النودلز يلي نحن رح نسويها، انتم اكيد شايفينها قبل بمره بيكوز كثير كثير يوتيوبرز عملوها ونحن هلا جايين نعملها مع بعض. ويلا خلينا اورجيكم اياها. هو راح جابهم من محل الصيني شوي 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 يا اخوي شوي شوي. هيك بيجي شكلهم هدول الاكسترا سبايسي نودلز. جبت لي كيس وله كيس وهلا رح نطبخهم كل واحد بطنجره عشان انت ما تغش وتقول لي انك حطيت اكثر وهيك. رح نعمل تيم ورك، بما انه هو قاعد عم بيساوي وبطلع انا رح اطلع الطنجره ورح اطبخ تبعي، انت رح تطبخ تبعك لحالك. اوكي اوكي. هياته هو هلا عم بيعبي الابريق مي عشان يسخنه وهيك. علي رح يكون في حكم. اوكي برو. يا برو. يا يا. سو جايز هو اللي عم بجيب طنجره له، خلونا اورجيكم سمح ما طلع اصوات كثير غبيه. بليز. خلينا اورجيكم هذا الكيس شو فيه، بيجي فيه هذا الصوص الحار اللي كثير 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 بكون حار. و مثل هذا ما بعرف شو، بس بعتقد اشياء بحريه او هيك. هو اخوي بياكل هاي النودل فانا خايفاني هلا اخسر، يعني انه انا بحب الحر بس هو اكسترا تو ماتش كثير بياكل حر. فهدول بس افتحهم هلا رح اورجيكم شو فيهم. وبيجي عندنا لاست هون هدول. او ماي جاد وسخت امي رح تموتني. بيجي عندنا هدول النودل يلي هلا رح نحطهم بهذه الطنجره حجي علي ونطبخهم مع بعض. يلا جهز تبعيتك، احكي لي شوي للمتابعين انت شو بتعمل بحياتك الشخصيه. نعم يا شباب سي كبابس. بحكي لكم انا لما قلت لكم كيف بدي اتحمله باول الفيديو كنت باسط هذا الشيء. شو عم بحكي؟ احكي لي شو بتعمل بحياتك برو. شو بعرفني برو؟ ما بيعرف شو بيعمل بحياته. او ماي جاد ستوبيد. هلا لازم ندبر احكام. نعم. اذا انا خسرت لازم اعمل حكم، واذا انت خسرت لازم تنفذ حكم. نعم. شو انت في براسك هلا حكم نعمله؟ 2 hours later. إنني ليس أعرف، أنت أنت قول الحكم أنا ما أقول الحكم. أوكي هو الأخ ما بيعرف شو الحكم رح يكون. أنا براسي إنه نخلي الحكم مثلا إنه تأكل بيضة نية أو ليه عم تضحك؟ هذا حكم سهل كتير. لا ما أنه سهل بالنسبة إلي صراحة، إذا أنت واحد متوحد شو أعمل أنا؟ هذا الحكم حبايبي كثير عم بقول هو سهل، ما بعرف شو بدي اعمل له حكم. يا اما بعمل لك خلطة عصير انت لازم تشربها شو ما كانت تكون. أوكي. يعني بتفوت انت على المطبخ بتخلط مثلا سكر مع ملح مع خل مع انت نسكافيه. ولا انا؟ اللي بيخسر. بتفوت بتعمل سكر نسكافيه بتعمل عصير وبتشربنا يا بلا البيض، لانه انا بحس حالي مش رح اقدر اكل بيض لو شو ما صار عن جد. انا ما بدي اعمل خلطة، ما بدي اعمل خلطة، بدك تشربي زيت. اوكي هو هون عم بعمل النودل تبعه. اوه حامية الطنجرة، ممكن تحملها انت لانه ما تحملها من تحت، تحملها من عند الايدين وحطها هون على هذا الغاز. يلا يلا يا برو. برو. سو انا هلا قررت انه رح احط كمان كاستين حليب على الطاولة عشان الشخص يلي ما بقعد فينا يقدر ياكل، لانه هو بكون كثير كثير حار. بتعرف التنين لما بيطلع من دانون كنار، هذا هيك بيساوي هذا النودل عن جد. صبي لي كولا. اي اسمع انت ما تفكر حالك هلا هدول بيك شو هيك بتقدر تاكل كل شيء. رح اصب انا الي، بدك اصب لك حليب لانه انا بعتقد حبايبي مش رح اقدر اتحمل، بس رح احاول عشان اربحكم واربح حالي. ثقوا فيني. صب لنا شو حليب؟ عشان صبي لي كولا، صبي لي مي، صبي لي شيء، لا تصبي لي حليب. سو حبايبي مثل ما شايفين هون النودلز
بتبلش تغلي. يا هاي تبعيتي وهاي تبعيتي. ايم ايدك ايم ايدك برو ايم ايدك يا برو. شوف تبعيتي لازم تفكها عشان تستوي بسرعه يعني، بس ما تغطيها والله. اوه ماي جاد حرقت حالي. بعد بضع دقائق خلص هو النودلز تبعيته، هي عم بصفيها من المي بيكوز انه لازم تتصفى من المي. وهذا الكيس الفاضي شو عم يعمل هون؟ عم بصفيها وراح يحطها على صحن ويحط عليها الصوصات هذول تبعونك. خذن اعمل لحالك مش راح اساعدك. نعم نعم. هو كثير مستعجل حط الصوص بدون ما يخليني اصور، بس هيك بيجي شكله. شوفوا قديش لونه احمر يا الهي. او ماي جاد. ارجيني هذا شو عليه؟ بعتقد هذا تبع السوشي السيويد بيحكوا له، هذا تبع اعشاب البحر يلي بلفوا في السوشي. اي ثينك سو ما بعرف، بس فيه كمان سمسم. شايفين السمسم فيه؟ هذا غسل يا وسخ يا منشح. او برو جوك جوك برو اي ام دوينج جوكينج. خلاص برو. اوكي حبايبي، واخيرا هاي النودلز تبعي انا هياتا. ارجيني النودلز تبعك. هو شوفوا شوفوا الفرق. انا تبعيتي خليتها تستوي عليه ارجين عن قريب، هو تبع ما خلاه يستوي. هو بحب النودلز تبعه. او ماي جاد ليكو قديش ساخنه. باي ذا واي حبينا انه نصور بالمطبخ لانه الاضاءه هون احسن وحلو البساطه، ف بدي اعمل هذا الشيء. شوفوا هون الابريق. انسوا انسوا ايمت ما بدي. انا كثير خايفه ما بدي ابدي. هون كاس الحليب تبعي انا حطيتها قدامي. انا ما صبيت شيء. هو ما صب شيء لانه برايي انه هو بيج مان جون سينا ونزول ما بحتاج هدول. بثلاثة اثنين واحد رح نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يه خلي ساخني خلي ساخني. خلينا نستنى امالي. وفي قطعة قطعة. خلينا نستنى خلينا نستنى. وقف استنى. هالو. خليني ابدي انا مصدوم. ليك وجهك كيف صار احمر اماني. عادي خلاص انا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادراني ما ادراني. حره ريحتك كثير حره علي. ما علي اماني اكل شوي شوي. خيي شو مالك عم تاكل بسرعه. خلاص يلا بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة. بدي اسبك. ارجيني قدام. حلوة. اوه ماي جاد. حبايبي شوفوا زبدته ما كان فيها غير لقمة. تبعيتي مليانة. لازم تاكل شوي شوي. شو بدك صار لك شيء؟ ما رح اشرب. يو انت عم تعرق وجهك عم بينزل مي. حبايبي بدي افوز. لازم اضل كل عم تثقوا فيني. حرة. I can't والله I can't. خلصت؟ بقى شوي كلي. مش قادرة. أنا خلص بأنه خلص رح أشرب حليب ما هتفيني. لقمة واحدة وموتتني. sit down. شوفوا وجهه كيف عم بزل منه الحرق. او ماي جاد مو طبيعي. روح غسل روح. انا سمحيت لك تغسل وتشرب مي. روح. I come with you. حرام مسكين. حبايبي اسف صراحه انا ما قدرت ابدا اني اكل. بديت لساعه مليان مليان على الاخير. شوفوا انا هاي تبعيتي اطفال والله العظيم مش اكله منه ولا اشي. وهي تبعيته فاضي. اوكي اشرب مني.
حرام حرام لك وجهه كيف احمر هلا في بتحكم علي بس ما تصعبوا علي اماني ما تصعبوا اوه حار حاسه عم بطلع من داني مثل التنين نار لا لا مش رح اعملها احنا مش حكينا بيض بل اكيد رح تقول لي رح اشربك زيت اشرب الزيت كمان صعبه هو هلا هو قاعد عم بعمل الحكم ورا عم بيطلع لي زيت يصب لي زيت بالكاسه ويشربني اياه انا ما عاش فيني والحليب كمان مش طيب انا ما بحب اشرب حليب بكره الحليب خليك زيت مخلوط حبايبي زيت مخلوط يعني زيت الزيتون وزيت قلي لانه زيت الزيتون اللي احنا بنجيبه على البيت بيكون كتير كتير مر لهيك امي بتضطر انه تخلط زيت دوار الشمس وزيت زيتون مع بعض لهيك حكى زيت مخلوط علي برو ما تكتر شوف قد ايه حطل لي بكاسه الشاي علي قلل هيك كتير مش رح اشرب هدول بموت اذا شربتني يمكن ياخذوني على المستشفى قلت شي حط كمان نزل كمان بالقنينه ارجيني خلاص اوكي كني خلاص هدول رح اخذ يلا اول مره كيف العالم تشرب زيت اوكي حبيبي هذا هو الزيت هلا يلي لازم عب علي بس والله كتير خيي والله كتير نو شوفوا عم ياكل عم يتسلى هو عم يحكمني على فكره انا والبنات ومتابعيني كتير قويه لدرجه انه انا هلا باخذ قوتي منه انه رح اشرب هدول الزيتات وبكرعه وحده ما شاء الله شكلي مش رح اقدر اعملها اعمليها لو انت فزتي بعمل الحكم قصدي بعمل الحكم الحكم اه فهمت عليك يلا شوي بس اوكي خلص يلا عشان الفيديو مش يكون كتير كتير طويل بسم الله الرحمن الرحيم ريحة زيت زيتون يا زلمه بسم الله بلكي علي والله بلكي صار فيني شيء اوكي خلص يلا بسم الله لا خلص خلص عن جد هلا ما تضحك يا بسم الله الرحمن الرحيم خلص عم بضحك علي اوكي حبايبي شربت الزيتات يلي صب لي اياهم ما بعرف كيف اذا في عالم تشرب زيت بس ما بعتقد في عالم تشرب زيت بيكوز مش طيب ابدا رحت ما اروح فيها بس الحمد لله سويته بس والله حبايبي هيك نكون وصلنا لاخر الفيديو اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا بيك لايك تشتركوا بالقناه واذا حبيتوا الفيديوهات مع هذا الشخص المزعج اللي قاعد هون اللي بكون اخوي اكتبوا لي تحت بالكومنتس عشان اعمل معه فيديوهات اكثر وشو علي بنقول لهم بنشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله يا شباب بنحبكم يا كبابس قول لهم باي باي